للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي. يعني دعنا نضع أنفسنا مكان الشعوب التي تطلها الأزمة الأوكرانية الروسية بشكل اقتصادي، انعكس في التضخم وارتفاع الأسعار. ماذا تفعل الكيانات الكبرى التي تجتمع الآن في هذا المنتدى العالمي بدافوس من حلول؟ طبعا يعني دعونا نتفق ان يعني الحلول السريعه لتلك الازمه غير متاحه حتى الان، ويمكن حتى ان الرسائل اللي وصلت لنا من الكيانات والدول الكبرى اللي هي يعني دائما بنقول عليها الدول العظمى والاقتصادات المتقدمه، ان يعني لا، ان التضخم فوق التوقعات وان لا توجد علاج سريع للتضخم، وبالتالي هتبتدي تلجا تلك الدول او تبتدي تلجا بالفعل للحلول النقديه وهي او السياسه النقديه عن طريق رفع اسعار الفايده لدى بنوكها المركزيه، بعد ما ان كانت الحلول المرتبطه بسعر الفايده واليات رفع اسعار الفايده يمكن كانت مرتبطه اكثر بالدول الناميه والاسواق الناشئه، وكانت طبعا الدول الكبرى دائما كان لديها حلول سريعه انها تنأى من التضخم، ولكن طبعا ان التضخم كان مرتبط باسعار المواد الغذائيه، بل ان يعني يمكن ليست زياده معقوله، ولكن حتى يمكن في بعض اسعار السلع والمواد وصلت للضعف تقريبا زي القمح والزيوت وعدد من السلع الاخرى، بالاضافه لان الارتفاع الكبير اللي في اسعار البترول طبعا تم ترحيله بالكامل لباقي السلع والمنتجات، وطبعا ايضا يعني ان نقول ان الازمات اللي زي كده بتكون فرصه كبيره للشركات الكبرى وكبار التجار وكبار الموزعين ان هم بيحاولوا ان هم يمرروا التضخم الى المستهلك عن طريق ان يعني توجد سبب، يوجد ظرف استثنائي، وبالتالي يعني تمرير التضخم اصبح امر واقع، بل ان يمكن اغلب الشعوب تتعامل مع التضخم كانه امر متوقع جراء تلك الازمه وجراء نعم. طبعا لكن هل تحريك اسعار الفائده يضعنا امام حلول سريعه برايك؟ يعني طبعا بالنسبه لسعر الفائده، طبعا يعني يجب ان نضع في الاعتبار ويعلم الجميع ان التضخم عندما يتم معالجته بيتم معالجته بامرين، سياسه ماليه وسياسه نقديه. طبعا السياسه الماليه المرتبطه ببرامج الحمايه الاجتماعيه ودعم الانشطه الاقتصاديه المنتجه والانشطه الاقتصاديه المرتبطه بالامن الغذائي وخلافه، ولكن ده طبعا بياخذ وقت، ولكن على الجانب الاخر السياسه النقديه هي اللي بنعتبر ان تاثيرها سريع، فبالتالي رفع سعر الفائده ده بنقول عليه دايما حتى بيبقى اجراء مؤقت او اجراء استثنائي عشان نمتص التضخم، فان العمل على امتصاص التضخم بيكون على اتجاهين، اتجاه السياسه الماليه واتجاه السياسه النقديه، ولكن طبعا يعني بينظر للسياسه النقديه انها الاسرع. نعم، اشكرك جزيل الشكر الدكتور كريم العمده، استاذ الاقتصاد السياسي.